البداية في أو من مصر، وفي ظل غياب معظم نجوم الغناء جرت انتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية على منصب نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة، وفاز فيها الفنان هاني شاكر نقيبا للموسيقيين. الانتخابات التي أقيمت في 19 لجنة في القاهرة والمحافظات تأتي بعد 5 سنوات من النزاعات، حيث يأمل الفنانون أن تكون بداية لعودة الاستقرار لهذا الصرح العريق. وزميلة طبعا سمر باشات حضرت الانتخابات وعادت لنا بهذا التقرير. في غياب معظم نجوم الغناء جرت انتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية على منصب نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة، وفاز فيها المطرب الكبير هاني شاكر على منافسيه المطرب والملحن مصطفى كامل والموسيقار منير الوسيمي الذي جاء في المرتبة الأخيرة. الانتخابات التي أقيمت في 19 لجنة في القاهرة والمحافظات تأتي بعد 5 سنوات من النزاعات، حيث يأمل الفنانون أن تكون بداية لعودة الاستقرار لهذا الصرح العريق. احنا بنقول النهاردة يعني يوم يعني نقطة تحول بصراحة لكل من يعني يريد الإصلاح للموسيقيين في مصر، فبالتالي ان احنا عايزين يعني الترابط والتلاحم بقى والعودة للحميمية بين الأعضاء، لان احنا خلاص شبعنا خلافات. انا برأيي النقابة هي مسؤولة اولا واخيرا عن الأغنية العربية والمصرية اللي هي بتنطلق من القاهرة. النقابة ده دورها، فين دور النقابة؟ ايه الاغاني اللي بنشوفها دي؟ احب اقول انه النقيب اللي جاي والمجلس اللي جاي خدوا بالكم من الموسيقيين، بجد هم اكتر ناس بيتعبوا، ودنا اتلوثت، ارحمونا من الكلمات الركيكة بجد. يعني تحديات عدة في انتظار المجلس الجديد، منها تحسين أوضاع أعضاء النقابة مثل المعاشات والبطالة، التصدي لظاهرة قرصنة الأغاني التي أضرت بالمنتجين ضررا بالغا، والأهم الارتقاء بالمستوى الفني للأعمال المقدمة. الحمد لله توجه الدولة كلها إنها الفن المصري يعود كما كان، ومفيش أكثر من إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة وجه كلامه للفنانين مباشرة إنهم يعني ياخدوا بالهم من اللي بيتقدم، يرتقوا بالفن المصري بكل أشكاله. يعني في ناس يقولك احنا بنقدم الواقع، هو ده الواقع، هو ده الحقيقة، بس لا طبعا في حاجات ممكن ترتقي بالشخص اللي قدامك ده، واحنا ده دورنا. العجيب أن نقابة الموسيقيين تشهد منذ نشأتها عام 42 من القرن الماضي صراعات دائمة بين نقبائها، بدءا من أم كلثوم صاحبة فكرة تأسيسها والموسيقار محمد عبد الوهاب. تحسين أحوال النقابة والأعضاء، التصدي للفن الهابط، بعض الملفات التي تنتظر مجلس نقابة الموسيقيين الجديد الذي يأتي بعد سنوات من الخلافات الداخلية التي أثرت سلبا على أداء النقابة. سمر بشات، العربية، القاهرة.